الكتاب بتاع النهارده الكاتب بيقول لك انه شاف ناس كتير قوي حياتها اتغيرت مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعيه، وده عن طريق استغلال القوه الرهيبه لعقلهم الباطن. لذلك الكاتب بدا كلام بمقوله عظيمه جدا بالنسبه لي: شخصيتك تتحدد حسب ما ترى نفسك في عقلك الباطن. دايما بنشوف الناس الناجحين وخصوصا في مجال الرياضه تلاقيه كده بيتكلم على اساس انه عارف انه كان هيبقى ناجح وانه مؤمن انه كان مميز ومختلف عن كل الناس من بدايه الطريق خالص لما كان لسه فقير. في كمان بعض الرياضيين بيوصف نفسه بانه الافضل. I'm the best, I'm the greatest. Only thing I knew when I come home, they say you have to do homework. You know what I said? Homework. Put that boxing tape on. Cause I knew what I wanted to do. I am the greatest. So who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Theo. Me. For me, Maradona. You're the best footballer in the world right now. I think so. Yes. In my mind, I'm always the best. Missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. فرده كده يعني معنى كده ان هم في الماضي لما كانوا فقراء كانوا راسمين صوره ذاتيه على نفسهم في المستقبل تقريبا مشابهه للي هم عايشينها دلوقتي في الواقع. يعني معنى كده ان اكيد في سر الناس ديت كانوا بيمارسوه مع نفسهم وطريقه كلام بيتكلموها مع عقلهم الباطن وصلتهم اللي هم فيه حاليا، وده فعلا حاجه من ضمن حاجات كتير قوي الكتاب بتاع النهارده بيناقشها. طول عمري بسال نفسي اسئله كده ودايما ما كنتش لاقي لها اجابه. ليه في شخص غني شخص تاني فقير؟ ليه في شخص ناجح شخص تاني فاشل؟ ليه في شخص خايف وشخص تاني عنده ثقه وايمان جواه؟ وليه في شخص عايش في قصر فخم وشخص تاني مأجر شقه في عماره بالعافيه؟ واسئله كتير قوي من النوع ده، ولكن هل فعلا في اجابه على الاسئله ديت؟ لان انا اكيد ومتاكد 100% ان اكيد برضه الاسئله ديت ساعات بتدور في بالك. الكاتب بيقول لك ان عقلك الباطن وعقلك الواعي هما اللي يقدروا يجاوبوك على الاسئله دي. طب هو اصلا ايه الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي؟ دي حاجه هقولها في الفيديو بتاع النهارده. بس قبل ما ابدا، الكاتب بيقول لك ان كل الاسئله ديت اللي هو مثلا ليه في شخص غني وشخص فقير؟ ليه في شخص ناجح او شخص فاشل؟ ليه في شخص خايف وشخص عنده ثقه؟ كل الاسئله ديت هي السبب الرئيسي والاساسي اللي خليته يالف الكتاب ده. فاهلا بيك في كتاب قوه عقلك الباطن، ان شاء الله هجاوبك على كل الاسئله ديت. وكمان في نهايه الفيديو هحكي لك قصه حصلت معايا، حرفيا انا كنت هتخطف ولكن بعد ما قرات الكتاب ده اصبح عندي وعي ان لو الموقف ده اتحط فيه تاني هقدر افكر بطريقه دلوقتي. فيلا بينا. Fratello, meus amores, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معاكي احمد حلمي AKA The King Queen. وده بالمناسبة اسم حساب على الانستجرام لو انت عايز تعمل له فلوس، وبرضه اسم حساب القناة اي كيو بلو بوك على الانستجرام. حرفيا ما عنديش غير 2 متابعين بس. يعني تخيل كده لو تخش دلوقتي تعمل حساب القناة اي كيو بلو بوك فولو على الانستجرام، يبقى انت حرفيا من الناس اللي لسه بتبني معايا حاجه عظيمه ان شاء الله في المستقبل، وتساعدني وتكون انت واحد من الاساس في نجاح البراند ده وانه ان شاء الله يوصل لناس كتير قوي. زي ما قلت لك في اول الفيديو ده، احنا النهارده على موعد مع كتاب قوه عقلك الباطن، ولكن عايز بس اقول حاجه مختلفه عشان تبقى انت فاهم، ان انا بقدم لك الكتب بطريقه ترفيهيه وفي نفس الوقت برضه بطريقه عبقريه، سواء انت بتحب الكتب او مش بتحبها. لو بتحبها هتحبها اكتر، لو ما بتحبهاش ان شاء الله هخليك تحبها. وانا عشان انت ما تزهقش كل حلقه بعمل كتاب مختلف، ولكن هكمل في بعض الكتب اللي انا بداتها من الاول. يعني الحلقه اللي فاتت عملت كتاب غير تفكيرك غير حياتك، ولكن انا النهارده ابتديت في كتاب جديد عشان بس ما نساش، ولكن هرجع اكمل الكتاب القديم وبرضه هكمل الكتاب ده ان شاء الله في المستقبل. فلو انت عجبك فكره القناه اشترك واعمل لايك وشغل الجرس، ولو حابب تنشر الحلقه ديت لاصحابك او اي حد تعرفه يكون حاجه كويسه منك.
والله العظيم انا شلت لك كميه حشم في الكتاب بتاعي النهارده كتير فوق ما تتخيل. والله لا تشكرني اني بديك المعلومه كده متقشره بعد كميه بحث وقراءه عدد صفحات كتيره ملهاش لازمه. وده باختصار لان الكاتب عمال يشرح لك تقريبا في 10 صفحه او 11 صفحه عن اهميه عقلك الباطن. يا عم انا قسما بربي عارف ان اسم الكتاب قوه عقلك الباطن، فانا عارف ان عقل الباطن ده حاجه جامده، فعلمني بقى ازاي استخدمه عشان اوصل للقوه دي. لا هو عمال يشرح لك بقى ازاي هو جامد وازاي مش عارف ايه وازاي ايه، فطبعا كل ده انا شلته لك لانه طبعا مش محتاج اضيع وقت فيه. في سؤال سالته لك في اول حلقه وقلت لك اجاوبك عليه وهجاوبك عليه دلوقتي. ايه الفرق بين العقل الواعي والعقل الباطن؟ العقل الواعي مسؤول عن العمليات الفكريه والمنطقيه اللي انت حرفيا بتستخدمها كل يوم، زي مثلا انك تاخد قرار مهم في حياتك او انك تخطط للمستقبل، ده العقل الواعي. انما عقلك الباطن هو الخاص بالوظائف الجسديه زي مثلا التنفس، الهضم، الذاكره بتاعتك، وبرضه المعتقدات والمشاعر اللي انت بتحس بيها، كل ده مسؤول عنه عقلك الباطن. يعني الاتصال كده انت بتستخدم عقلك الباطن اكتر ما بتستخدم عقلك الواعي، لان انت عشان تستخدم عقلك الواعي عشان تعمل قرار مثلا مهم في حياتك اكيد مش كل يوم اخد قرار مهم، لكن عقل الباطن ما اقدرش استغنى عن التنفس او عن الهضم او عن اني اقعد افتكر الذكريات في الماضي. الكاتب بيقول لك حاول تتعامل مع عقلك كانه تربه بالظبط، انت محتاج تزرع بذور عشان تطلع لك زي ما انت زرعتها. يعني انت مثلا زرعت ملوخيه، طبيعي طلعت ملوخيه، اكيد مش تزرع ملوخيه بامده ويطلع لك تبيزه او اي حاجه تانية. فكذلك عقلك، البذور اللي انت زرعتها في التربه هي الافكار اللي انت لازم تزرعها في عقلك. يعني انت لو زرعت لعقلك افكار سلبيه طبيعي النتيجه وحياتك هتكون سلبيه. يعني لما تقعد تقول لعقلك انا مش هقدر اشتري العربيه دي او مش هقدر اوفر فلوس عشان اسافر مثلا استمتع بوقت، فالافكار دي مع الوقت هتكون الواقع بتاعك، انك مش هتشتري العربيه وبرضه مش هتسافر، لان انت كده اديته امر انه ما يحاولش يلاقي لك حل. يعني انت مثلا كده بتبتدي الكلام مع نفسك انك عايز تشتري عربيه، فعقلك يبدا يدور على حلول وطريقه معينه وانت قادر عليها عشان تقدر تشتري العربيه دي. فلما انت تفكر تفكير سلبي انا مش هقدر اشتريها او انا مش عايز اشتريها، فانت خلاص كده انت اديته امر بتقول له خلاص انا مش محتاج مساعدتك، ما تكملش تفكير وانا كده مش عايز اشتريها. وكذلك لو زرعت افكار ايجابيه حياتك هتبقى ايجابيه مع الوقت. لذلك في حكمه عظيمه قرأتها بتقول لك في كل الاوقات ان تتحلى بالامل افضل بكثير من ان تتحلى باليأس. يعني كده تخيل انك في لحظه ما كده في حياتك، حياتك حرفيا متدمره وكل حاجه حواليك بص يعني الله يعينك، لو انت عمال بتفكر بشكل سلبي او انت يائس فانت كده بتزود الطين بله. لكن لو انت هديت كده وابتديت تفكر بشكل ايجابي حتى ولو ما وصلتش لنتيجه كبيره فانت على الاقل احسن من اني اقعد افكر بشكل سلبي. فانت لو قلت ان شاء الله هلاقي طريقه اشتري بيها العربيه وان شاء الله هلاقي طريقه اوفر بيها فلوس عشان اسافر، عقلا غصب عنه هيقعد يدور لك على طريقه حرفيا ممكن ما يخليكش تنام غير لما يديلك الطريقه اللي انت توصل بيها الهدف بتاعك، لان انت كده هيأته وهيأت له البيئه كامله عشان يفكر ويبدع ويلاقي لك طريقه كده سحريه تنفع معاه. انت عارف الموضوع عامل زي ايه؟ عقلك بيحاول يلاقي طريقه يساعدك بيها كل يوم ويحاول يخلي حياتك بشكل افضل، ولكن لما انت بتفكر بشكل سلبي فانت كده كانك بتقول له اركن كده انا مش عايز مساعدتك ولا عايز منك اي حاجه، فانت كده هتخليك مكانك وحرفيا مش هتتقدم خالص، لان انت بدون عقلك انت ولا حاجه. ومش بس الكاتب اللي بيقول لك كده ولا انا برضه اللي بقول لك كده، ده ربنا كمان بيقول لك كده. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فانت اكيد مش كافر عشان تيأس، فبالتالي الحكمه اللي لسه قايلها لك من شويه ان في كل الاوقات ان تتحلى بالامل افضل بكثير من ان تتحلى باليأس. واكد عليك تاني انك حتى لو ما وصلتش نتيجه كبيره وانت متحلي بالامل، بس صدقني والله العظيم لك تكون افضل 100 مره من انك تتنيك يأس. والكاتب بيحاول يشبه لك عقلك تشبيه تاني بانه قطعه صلب ممغنطه، يعني حته حديده كده جواها مغناطيس. قطعه الصلب الممغنطه ديت ممكن تشيل حاجه 12 ضعف وزنها، لكن لو شلت قوه المغناطيس منها حرفيا مش هتقدر ترفع ريشه. الكاتب بيقول لك كده فعلا بالحرف. والكلام ده ينطبق على نوعين من الناس. الاول عنده قوه مغناطيس جواه، اقصد عنده ثقه وايمان كامل انه شخص اتولد عشان ينجح وحرفيا بيستغل كل الفرص اللي قدامه. والنوع الثاني ما عندوش قوه المغناطيس دي جواه، أقصد جواه خوف وشكوك ودايما قلقان ومتوتر.
وبيضيع كل الفرص اللي بتيجي قدام بسبب بعض المعتقدات القديمة اللي عنده. لأنه دايما بيقول لنفسه أنا خايف أفشل، خايف أخسر فلوسي، خايف الناس تنصب عليا أو تخدعني. ده بالمناسبة ناقشته حرفيا بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت بتاع كتاب غير تفكيرك غير حياتك، لو أنت حابب تشوفه عشان تستفيد وتبقى برضه مجمع معايا كده على الخط وتبقى أنت استفدت حرفيا من كل كتب ده أنا بشرحها. ومناسبة الفلوس حابب اقول لك حاجه كده عجبتني صراحه ولازم اشاركها معاك. بيقول لك الشخص الملياردير ده خسر ملايين عشان يبقى ملياردير، والدليل على كده ايلون ماسك حرفيا في شركاته كانت خلاص على وشك الافلاس، هو حاليا واحد من اغنى الناس في العالم، ده لو ما كانش اغنى واحد ما اعرفش ساعتها او مش بيتعب. يعني الملياردير خسر ملايين عشان يبقى ملياردير، والمليونير خسر مئات الالاف من الدولارات عشان يبقى مليونير، والفقراء مش عايزين يخسروا فلوسهم وعايزين يبقوا اغنياء. طب السعر اكيد حاجه مش معقول. دايما الشخص اللي مستعد انه يخسر مقابل انه يتعلم دايما ده اكتر شخص النجاح بيحبه. يعني انت تخيل كده واحد مثلا خايف يخاطر مثلا ببعض الفلوس لانه خايف يفشل، متخيل كميه الفرص حرفيا اللي كان ممكن يحصل عليها ولكن بسبب عقليته وبعض المعضلات عنده ان هو خايف يفشل او خايف يخسر فلوسه ممكن يكون ضيع على نفسه كميه فرص لا نهائيه. اكيد الخساره وارده مفيش مشكله، ولكن اصلا لما انت تحسبها بالعقل المخاطره اللي ممكن تعلمني حاجه بالنسبه لي حتى لو خسرت ما تعتبرش خساره كبيره، لان القصه نفسها تسوي فلوس. تخيل كده مثلا انك قاعد مع اصحابك وعمال تحكي له انا والله رحت حاولت مش عارف وعملت كذا وكذا 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 وفشلت في الاخر ولكن هحاول تاني ان شاء الله. الناس عماله تسمعك لانك انت عندك قصه عايز تحكيها والناس متحمسه، لكن لو انت قلت لهم والله انا كنت بفكر اخاطر بس رجعت على القرار وما رحتش محدش هيسمعك. الناس بتحب تسمع القصص الصعبه حتى ولو انتهت بالفشل، اداه صاحبها مستمر على المحاوله وما استسلمش. كل اللي فات ده عمال اقوله لك عشان عايز اوصلك لفكره انك عندك قوه جباره اسمها عقلك الباطن يقدر يساعدك انك تحل اي مشكلة باذن الله. لدرجة ان الكاتب بيقول لك انه يعرف بعض الناس حياتهم اتغيرت وخفوا من بعض الامراض لمجرد بس انهم توكلوا على الله وكان عندهم ثقة في ربنا وانه على كل شيء قدير وان المرض اللي عندهم ده ربنا قادر يزيله عنهم وان الاشخاص دول كان عندهم ارادة عظيمة في انهم يتغلبوا على المرض. واحنا اكيد بنسمع كل يوم عن ان في شخص مثلا تغلب على السرطان اللي واحد حرفيا من اخطر الامراض وانه دايما ربنا على كل شيء قدير. معظم الناس بتهمل العالم الداخلي جواها ومركزين على العالم الخارجي، دايما بيقارن نفسه بغيره، ده اشترى ايه وده عمل ايه وده نجح ازاي وده فشل ليه ومين اتجوز ومين مش عارف اشترى عربيه ومين ومين ومين، ويقعد بقى يتابع الاخبار، طب مين مش عارف اتقتل، طب مين مش عارف عمل ايه، طب مين طب مين طب مين، ويقعد يتفرج على كل حاجه سواء مفيده او مش مفيده وعمال يضيع وقته. حرفيا السوشيال ميديا اكتر حاجه بتاذيني انا نفسيا وبحاول ابعد عنها كل يوم على قد ما اقدر. حرفيا كميه مشتتات وكل حاجه موجوده على السوشيال ميديا هدفها تدميرك، لان ما تقنعنيش ان حرفيا 99% من البشر مش بيستخدموا السوشيال ميديا عشان اثر ايجابي، بيستخدموه عشان بس يملوا الفراغ اللي جواهم. يعني انت نفسك حرفيا لو انت مثلا قعدت 10 ساعات على السوشيال ميديا ممكن منهم نص ساعه بالكتير قوي استثمار في عقلك، وتسع ساعات ونص انت عمال بتقلب من موقع ده للموقع ده ومن الفيديو ده للفيديو ده، وتشوف بقى كميه اغراءات على السوشيال ميديا ومش عارف كميه بلاوي سوداء حرفيا كفيله انها تخرجك بره تركيزك وتخليك انسان فاشل وغير واعي. لذلك في حكمه اقولها لك دلوقتي، الوقت اغلى ما نملك واكثر ما نضيع. يعني تناقض غريب كل يوم بنعمله حرفيا، اكتر حاجه عليها القيمه هي الوقت، وانت عارف كده وانا عارف كده، ولكن ما غصب عننا مع اننا عارفين الصح بنضيعه في حاجات ولا تستاهل اي حاجه، والمشكله الوقت ده هو عمرنا مش مجرد دقايق وثواني بتعدي. اجلس بقى في المثال الجاي ده مثال عظيم الكاتب ذكره عشان يوضح لك حاجه عظيمه وهقولها لك وهاني بقى الفيديو، ولاني احكي لك قصه الخطف اللي كانت ممكن تحصل معايا والحمد لله عدت بسلام، واقول لك كان رجع بيا الزمن بنفس تفكير دلوقتي كنت هعمل ايه. المهم في مغني اوبرا ايطالي اسمه انريكو كاروسو، وممكن اسمعك دلوقتي كده ايه بعض من الحان او بعض من الاغاني بتاعته. Nada è mobile, qual più mal vento, fluta da certo di pertiero. Sempre una mobile, ne da proviso,
il fiardo e il riso e me lo togliero. La donna è vampir, qual più bel vento. وابن في يوم من الايام انريكو كان وراه حفله قدام الاف البشر عشان يغنوا قدام، فجاه كده اتصاب حاله من الرعب والخوف من انه يطلع يواجه الجمهور، ونتيجه الخوف بقى عنده تقنصات في الحنجره بتاعته، يعني كان عضلات الحنجره تنقبض، مش بس كده ده كمان ادى الى شلل في احباله الصوتيه، انت متخيل كل ده بسبب الخوف بس؟ وزي ما قلت لك برضه في الكتاب بتاع الحلقه اللي فاتت غير تفكيرك غير حياتك، ان كل ده عبارة عن وهم في عقله بس، يعني هو الخوف ده عقله بحط حدود قدامه، ولكن على ارض الواقع كل ده مش موجود. نرجع بقى لانريكو كاروسو، وقف كده ورا الستارة بتاعت المسرح، هو لابس هدومه وجاهز كل حاجة، ولكن قاعد عمال يتصبب عرقا، يعني حرفيا نزل مية من كتر عرق اللي عمال يعرق والخوف اللي هو فيه، وكان قدامه لحظات بسيطة ويطلع على خشبة المسرح ويغني قدام آلاف البشر، ولكن عمال يقول لنفسه قبل لحظات زي ما قلت لك من قبل ما يطلع، الجمهور هيسخر مني، أنا مش هقدر أغني قدام العدد ده. قرر يستسلم ويرجع لغرفة الملابس عشان يغير هدومه ويروح، ولكن وقف كده فجأة وقال لنفسه وهو بيزعق إن نفس الضعيفة تحاول أن تهزم النفس القوية، وعلى آخر لحظة رجع تاني للمسرح غصب عنه، وكان بيكلم نفسه بقسوة كده وبيوجه كلامه بالتحديد لنفسه الضعيفة، وهفهمك دلوقتي الفرق بين نفسه الضعيفة ونفسه القوية، كأنه يقول لنفسه الضعيفة كده اخرجي اخرجي من جسمي، نفس القوية على وشك أن تنطلق، وبعدها استجاب عقله الباطل وحرفيا كل مشاعر الخوف دي راحت وطلع غنى قدام الجمهور وأدى بشكل رائع. هو أظن صراحة صوته حلو يعني ما أعرفش هو ليه دايما كان يعني بيفكر بالطريقة ديت، مع إنه موهوب من وجهة نظري يعني لما سمعت له بعض المقتطفات كده، فحسيت يعني إن هو ما كانش مستاهل كل ده. ولكن بقى لما نيجي نبص في قصة انريكو كاروسو، هو دلوقتي قدر يفهم الفرق بين عقله الواعي وعقله الباطن. فالموضوع بيبتدي ازاي؟ عقلك الواعي لما بيشوف الظروف صعبة بيبدأ يخاف، فطبيعي العقل الباطن، وبالمناسبة بيسمى العقل التابع اللي هو العقل الباطن. عقلك الباطن لما بيلاقي عقلك الواعي نفسه خايف وانت نفسك مش قادر تتحكم في عقلك الباطن، ركز، مش قادر تتحكم في عقلك الباطن، فبالتالي عقلك الباطن بيقول لك ايه، انا كده خربان، يو فاكت اب، بيصدر لك مشاعر سلبيه وحرفيا تبقى انت واقف كده مش عارف تسيطر على حياتك. انا اسف اني بتكلم بالتليفون عشان بس الكاميرا فصل. المهم نرجع لنفس النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، في الخيار الوحيد دلوقتي بالنسبه لك انك تستسلم وتريح دماغك عشان تهرب من المواجهه، ولكن ده حل حرفيا مؤقت وبترجع تندم عليه بعدين، تقول يا ريتني كنت خرجت، عشان حرفيا شعور الادرينالين ده لما بيتفرز في جسمك كده حاجه من الاثنين، يا اما هيخوفك يا اما هيخليك تستغل اللحظه وتمشي مع الموجه وتحس باحساس عمرك ما حسيته قبل كده. يعني تخيل كده ان ريكو كاروسو لو كان روح وفوت على نفسه فرصة انه يطلع يغني قدام الاف الجمهور، ممكن يزعل ويقعد يلوم نفسه، طب انا روحت فكنت استنى شوية، ولكن وخد القرار الصح. دايما القرار الصعب غالبا مش دايما بيبقى احسن قرار تاخده في مصلحتك. وانا برضو صراحة انا اتعرضت لموقف مشابه كده وانا صغير، وانا طالع كده مروح بيتي من يعني مكان كده بعيد عن بيتي بتقريبا 6 كيلومتر، لقيتهم شدوا الشنطة كده وكانوا عايزين يخطفوني، فانا وقتها ما عرفتش افكر ازاي، طبعا كنت صغير، لقيت عقلي عمال ينبض كده، يعني انا سامع النبض في عقلي، انت فاهم ازاي، من الخوف، لان وقتها عقلك الواعي شايف انك في خطر، فعقلك الباطن بقى اللي هو اسمه العقل التابع ليه مش عارف يتصرف وانت طفل لسه، فقال لك ايه خلاص يور فاكد اب، فانا خلاص مش عارف يسيطر، ولكن ربنا سترها وقتها وجت ستي كده وقالت لهم امشوا يعني وخلاص، وكنت انا وقتها تقريبا عندي 6 سنين او 7 سنين. ولكن لو الزمن رجع بيا هتعامل ازاي؟ دلوقتي عقلي الواعي عارف ان انا في خطر ايا كان الموقف اللي انا بمر فيه، لازم بقى عقلي الباطن يتدخل ويكون قرار حاسم، يعني يقول له اهدى ما تخافش، كل حاجه هتبقى بخير، ان شاء الله هتقدر تتغلب على الموقف ده وهتعدي. فطبيعي انت كده بتصدر لعقلك الواعي عن طريق عقلك الباطن ايجابيه، فعقلك الواعي وجسمك بيبدا يهدى وبيبدا يدور على حل. انا حبيت ازود النقطه ديت عشان لو انت بتمر في موقف صعب في حياتك تعمل زي ما انا كنت هعمل كده، او زي ما انريكو بالفعل عمل، انك تتكلم مع عقلك الباطن وتقول له اهدى ما تخافش انا مسيطر
هعمل اللي انا عايزه باذن الله، انا متحكم في عقلي مش عقلي اللي متحكم فيا، وباذن الله انا قادر اتخطى الموقف ده. فبالتالي هيبدا يساعدك انك تبقى شخص ناجح وتقدر تسيطر على الموقف. وبس كده، انا اسف ان الكاميرا فصلت، اضطريت اصور بالتليفون. اتمنى يكون كان الفيديو مفيد بالنسبه لك. لو الفيديو كان مفيد اشترك في القناه واعمل لايك، وما تنساش تتابع حساب اي كيو بلو بوك على الانستجرام. يعني اتمنى يعمل كده، وباذن الله اشوفك على خير في الكتب الجايه، وباذن الله احسن محتوى ممكن اقدمه لك وممكن تشوفه. وبس كده، يلا سلام.